اختتمت منافسات بطولة الذكرى 45 لتأسيس لعبة كرة السلة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي أقيمت تكريماً لعميد كرة السلة العدنية الكابتن بدر حمود. ونظم البطولة اتحاد كرة السلة بعدن تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة، وبمشاركة أندية التلال والميناء والشعلة وشمسان والوحدة والجلاء. أنا ممنون جدا من تكريم وزارة الشباب ومكتب الشباب الرياضة واتحاد السلة فرع في اتحاد العام السلة وفرع السلة في عدن، وأيضا كمان كل الأندية، وأشكرهم جزيل الشكر كل أندية عدن الذين جاءوا إلى هذا الختام الطيب والختام الممتع وقاموا بتكريمي، وأنا ممنون جدا لهم. وأحرز نادي التلال لقب هذه البطولة التي أقيمت منافساتها على ملعب كرة السلة في نادي الميناء بمديرية التواهي، وجاء إحراز التلال لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه نادي الميناء المستضيف للبطولة بنتيجة 55 نقطة مقابل 34 نقطة. يكفي أنه في محاولة لتكريمه في ظل الذكرى 45 لنادي الأحرار، فهي مناسبتين في آن واحد، والحمد لله أنه يعني جمعت الرياضة كلها في عدن. وفي ختام البطولة تم تكريم الكابتن بدر حمود بالدروع التذكارية والجوائز المادية من قبل الأندية والاتحادات الرياضية في عدن، كما تم تكريم التلال بكأس البطولة والميدالية الذهبية، والميناء بكأس الوصيف والميدالية الفضية. الذكرى هذه تعطي الكثير والكثير لنا بالنسبة لنا لاعبين كرة السلة. بدر حمود علامة من علامات السلة في عدن. طبعا بدر حمود كان لاعب نادي شمسان، كابتن الفريق الوطني، مدرب إداري في نادي شمسان، إداري في اتحاد شباب الرياضة، يعني من لاعب إلى إداري إلى كل مقومات اللعبة شارك فيها بتكوين فني، بتكوين إداري، بأخلاقيته، بمعاملته. وحضر اختتام البطولة الكثير من الشخصيات الاجتماعية والرياضية من عشاق كرة السلة والكابتن بدر حمود. وتعد إقامة مثل هذه البطولة لتكريم نجوم الرياضة اليمنية أمر في غاية الأهمية نظرا لما قدمته هذه الشخصيات للرياضة اليمنية.